صباح الخير لكل مشاهدي قناة الرشيد. مثل ما تعودتوا الفقرة الصباحية الرياضية مع غريس ميا وأنا ماريان. اليوم اخترنا لكم تمارين منوعة أنتم بحاجة فيها لأوزان أو دمبلز ولامات أو فرشة، فحطون مشاهدينا ورفقونا بهيدي الحلقة. أول تمرين رح نكون واضعين الدمبلز إلى جانبنا، من هون رح نعلي بايسبس نرجع نبرم لفوق مشاهدينا لتحت، هيك بنكون عم نشغل عضلات السواعد الثنائية وكمان عضلة الكتف. ثلاثة أربعة خمسة، هولي أكيد التمارين فيكن تقوموا فيهم مشاهدينا بالنادي الرياضي أو حتى بالمنزل، فما بقى عندكم حجة إنه ما تمارسوا الرياضة. تسعة عشرة، الإيد بتضلها مستقيمة وبتطلع على مستوى الكتف على طول، وآخر مرة ومنرتاح ننقل لجهة الشمال لفوق. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أربع مرات. أنتم مشاهدينا فيكم حتى تقوموا بهيدي التمارين 15 مرة، بس نحن لنكسب وقت بنعملهم 12 مرة. آخر مرة ومنرتاح. هلا رح نقوم بنفس الحركة بس الإيدين مع بعض، واحد لفوق على طول الدمبل بترجع على الجنب تبعنا، ثلاثة والأيدي مستقيمة لفوق، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وآخر مرتين لفوا. من هون مشاهدينا رح نوضع قدم الشمال للأمام بهيدي الطريقة. من هون مشاهدينا رح نطب شوي بالظهر، بس على شرط أنه نخلي المستوى الرقبة مع العمود الفقري يكون جالس. من هون رح نكون لقطين الدمبلز بشكل بالطول، يعني ما تلقطون هيك مشاهدينا، لقطون من هون. رح نعلي الإيد بشكل إنه كوع اليمين بيكون على مستوى كتف اليمين. من هون مشاهدينا والإيد اللي بنكون لاقطين فيها الدمبل بتكون بزاوية 90 درجة. ننزل لتحت. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، مرتين بعد ومننقل لتاني جهة. واحد ننزل، اثنين ثلاثة، أهم شيء مشاهدينا من هون قبضة الإيد بتكون جالسة. سبعة ثمانية تسعة عشرة، آخر مرتين والإيدتين مع بعض، منعلي لتحت. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ثلاث مرات وآخر مرتين. أكيد مشاهدينا حسيتوا بعضلات الكتف. هلا مشاهدينا في منكم أشخاص معقول يسأل أنه ليه حطينا قدم الشمال، ما بيأثر، فيكم تحطوا قدم اليمين، أنتوا الجهة اللي بترتاحوا فيها فيكم تنقلوا، فهي ما في منا غرض أنه أي قدم نكون عم نحطها قدام، نحن بس تلقائيا وضعنا قدم الشمال قدام. رح نضلنا بهالوضعية. هلا إذا بدكم تريحوا قدم اليمين نلقي على قدم الشمال ومنوضع قدم اليمين لقدام. من هون مشاهدينا رح نعلي الدمبل على مستوى الكتف ونوطي لتحت. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 11 و12، وسويتش. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واثنين. نرتاح شوي مشاهدينا لأنه رح نرجع نقوم بالحركة بالإيدتين بذات الوقت، هي نفس الحركة بس عم نشغل الجهتين مع بعض على مستوى الكتف. ننزل لتحت. اثنين
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وآخر مرتين وآخر مرة. بهالحركة مشاهدينا صحيح أنه نحن عم نشغل لاترال أو عم نشغل عضلات الكتف الجانبية، بس بمجرد أنه نحن طبين شوي لورا وعم نقوم بهالحركة نحن كمان بنكون عم نستهدف العضلات الخارجية للكتف. فرح نرتاح شوي، رح ننزل على الفرشة، رح نكون معنا الدمبلز اثنيناتهم معنا، رح نعلي الأقدام لفوق بشكل زاوية 90 درجة والدمبلز نلقطهم فوق مستوى الكتف. من هون بس رجع إيدي اليمين، بنزل قدم الشمال مشاهدينا وبعلي لفوق. اثنين ثلاثة، أي نحن عم نعمل الجهة المعاكسة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ثلاث مرات، آخر مرتين، من بديل لتاني جهة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، آخر مرتين. من هون نرجع منبرم مشاهدينا، نرجع بناخد الوضعية اللي كنا قبل اخدينا. بهالوقت نحن ريحنا عضلات الكتاف، مشان هيك بعد هيدا السات اللي عملناه فينا نرجع نعيد حركة، نكون عم ندمج الحركتين مع بعض. من هون رح نعلي ايد اليمين بهذا الشكل، من مده منرجع لهون، ننزل لتحت من بدي لجهة الشمال تما نحط ضغط كتير على العضل. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، آخر مرتين. مثل ما لاحظتوا مشاهدينا الكوع وكبدة الإيد عم يضلون على مستوى الكتف. من هون نرتاح، رح ناخد وضعية السكواتس، يعني احنا بس نكون نعمل سكواتس أو نشغل الأرداف مشاهدينا، ناخد هالوضعية. هالمرة رح نزيح قدم اليمين بهالشكل، ننزل لتحت ونطلع لفوق. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، مرتين بعد، من بدي لتاني جهة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وآخر مرتين. وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم مشاهدينا. نحن منودعكم، ترونا بكرة بنهار جديد. باي.